بعد أكثر من 10 سنوات على إرساء هذه البنى التحتية للمشروع الاستيطاني الأكبر E1 شرق القدس ومعارضة واشنطن لاستكماله، تعاود إسرائيل اليوم إحياءه. المخطط الجديد أكبر من المخطط الأساسي، وهو يسير في اتجاهين: الأول تهجير أكثر من 15,000 بدوي، والثاني توسيع ودمج 4 مستوطنات أكبرها مع الأدوميم والسيطرة على مئات آلاف الدنومات من الأراضي الممتدة من شرق القدس حتى الحدود مع الأردن. إسرائيل تستأنف العمل في منطقة إيوان لأنها تعرف أنه إن بنت في إيوان فهي ستشطر الضفة الغربية إلى شطرين بشكل كامل، وستمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأيضا ستغلق القدس بشكل مطلق. وإن نجحوا بتهجير البدو من تلك المناطق فسيستولوا على 62% من مساحة الضفة الغربية. الجواب عليهم لا يكون إلا بأمرين: بالمقاومة الشعبية على الأرض ومواجهتهم كما نفعل، وبحركة مقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل. هنا يحاول الجيش الإسرائيلي تسهيل مهمة البلدوزرات العسكرية لتجميع البدو بعد ترحيلهم، وهنا حاول النشطاء اعتراض المشروع ببناء قرية رمزية أسموها بوابة القدس فهدمت للمرة السابعة. رح نبقى على هاي الأرض، يعني في محاولة منا لإفشال المخطط الصهيوني لعمل أو لتنفيذ حلمهم بالقدس الكبرى. هذا المخطط لن يمر إلا على أجساد الفلسطينيين. فالاستيطان سيكون أول ملف يحمل إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل القادم، بعد أن كان المفجر الأول لكل محطات المفاوضات 20 عاما. ما تقوم به إسرائيل هنا هو البداية لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني وتهجير البدو عن أراضيهم وتجميعهم في هذه النقطة، والذي يعني على أرض الواقع شطر الضفة الغربية إلى نصفين وعزل القدس تماما عن محيطها العربي بحزام استيطاني محكم. وقبل كل شيء إطلاق رصاصة الرحمة على رأس مشروع الدولة الفلسطينية. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، شرق القدس.